أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنتابع فيها نتائج زيارة وفد من الحوثيين إلى السعودية على ضوء البيان الصادر عن قيادة التحالف نحو الوصول إلى تهدئة في المناطق الحدودية. الزيارة التي قيل إنها لتبادل أسرى بين الجانب السعودي وميليشيا الحوثي صارت أكبر من ذلك، ولكنها بالتأكيد ستبقى أقل من مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب. طرف الانقلاب حرص على إبقاء المفاوضات مع السعودية بصورة غير رسمية عن طريق وساطة قبلية يقودها مشايخ من قبائل المناطق الحدودية بعيدا عن الحكومة اليمنية، وهذا هو المطلب الذي بقيت تكرره الميليشيا في كل المرات السابقة عند الحديث عن مباحثات سياسية لحل الأزمة في اليمن. الحكومة أكدت على لسان وزير خارجيتها أنه ما من مفاوضات بين الرياض والميليشيا، لكن بيان قيادة التحالف أكد تلك المفاوضات موضحا أنها وساطة قبلية تتعلق بهدنة على الحدود، وهو نفس الجواب الذي قدمه الحوثيون أيضا. عاد ناطق التحالف لاحقا لينفي وجود مفاوضات مع أي طرف خارج مسار الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي، مع ترحيبه بخطوة القبائل تلك وأن التحالف سيكون منفتحا على كل خطوة إيجابية تجاه اليمن بحسب قوله. يبقى الغموض سيد الموقف مع سعي الانقلابيين للبحث عن مخرج من ورطتهم، ولكن المخرج الذي يبحثون عنه الآن لا يبدو أنه سيقودهم إلى النتيجة التي يبحثون عنها. دلالات وتداعيات زيارة الوفد الحوثي إلى السعودية ستكون محور نقاشنا هذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. بعد يومين من التكهنات بخصوص مهمة الوفد الحوثي في السعودية بدأت تتكشف أبعاد تلك المهمة، وبعد أن كانت الأحاديث تدور حول عملية تبادل أسرى بين الجانبين، فإن توقيت الزيارة وحجم الوفد لا يشيران إلى أن تلك هي المهمة الوحيدة، وأن مسار من المفاوضات قد انفتح بين الجانبين. بيان صادر عن قيادة قوات التحالف العربي قال إن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك كما جاء في البيان. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الوفد يشارك فيه عدد من القيادات السياسية والعسكرية لميليشيا الحوثي، وأنه لا يزال متواجدا داخل الأراضي السعودية فيما تتمحور المفاوضات حول وقف إطلاق النار على الحدود. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن وفدا حوثيا يجري مباحثات مباشرة مع مسؤولين سعوديين تتعلق بإيقاف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الجانب السعودي من الحدود، مقابل إيقاف الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقع وتعزيزات الميليشيا، مع محاولة التحالف الانقلابيين إضفاء طابع غير رسمي على هذه المباحثات وجعلها تبدو كوصادة قبلية تقودها قبائل الحدود. الحكومة اليمنية من جهتها نفت على لسان وزير خارجيتها وجود أي مفاوضات سرية بين الرياض وميليشيا الحوثي، مؤكدة أن قناة الاتصال الوحيدة مع الميليشيا هو المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأن هناك محادثات يجريها ولد الشيخ للتحضير لجولة جديدة من المفاوضات. أيا كان هدف الزيارة ونتيجتها، فإنها لا تعني أن هناك نهاية وشيكة للحرب، ولكنها بحسب بعض التقديرات قد تعني بداية شكل جديد منها. نجدد الترحيب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم من الرياض الكاتب السعودي السيد جمال خاشقجي، وأيضا سيكون معنا رئيس مركز الجزيرة العربية لدراسات الدكتور نجيب غلاب. وأبدأ مع الدكتور نجيب. دكتور نجيب مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور نجيب معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. من وجهة نظرك دكتور، ما الذي تعني هذه الزيارة التي يقوم بها وفد قبلي موالي للحوثيين إلى السعودية؟ أولا الحركة الحوثية وصلت إلى أفق مسدود وأصبحت هزيمتها واضحة وبينة للعيان، هي لم تعد قادرة يعني على حتى إدارة حرب عصابات بالطريقة التي تعودت عليها. هناك رفض شعبي كامل وهناك حالة غضب كامل ممتد عبر الجغرافيا اليمنية ووصل إلى صعدة. اليوم قبائل صعدة يعانون معاناة كبيرة جدا بسبب حروب الحوثية سواء الداخلية أو الحروب أو عملية المشاغبات التي تحدث في الحدود السعودية. تحولت الحدود في الحد الجنوبي السعودي تحولت إلى محرقة كاملة للعناصر الحوثية، ولم يتمكنوا من تحقيق أي إنجاز ذات طبيعة
يعني بالإمكان الاستناد عليه، وإنما يعني كانت أشبه بعمليات انتحارية. نعم. كان هناك كثافة نيران كاملة، أيضا صعدة وقبائلها تحولت مناطقهم إلى يعني كانت يعني مجرد أن تنطلق القذائف ومجرد أن يتم ترتيب يعني القوات التي تحاول أن تخترق الحدود من داخل هذه المناطق، أيضا كان هناك ردود فعل قوية. نعم. وبالتالي اليوم صعدة القبائل الصعداوية أصبحت محاصرة وكانت أشبه وأقرب إلى فكرة الانتفاضة، هي استجدت المملكة العربية السعودية للخروج من هذا المأزق القاتل الذي أدخلتهم فيها الحركة الحوثية، وأصبحت الحركة الحوثية مجبرة أن تقدم التنازلات المطلوبة منها. نعم. أيضا نعم دكتور، إذن هذه الزيارة يعني جاء بها قبائل هذه المناطق أكثر من أنها اتجهت ميليشيا الحوثي بوفد رسمي باسمها للتفاوض مع المملكة العربية السعودية. لا، المملكة العربية السعودية لن تتفاوض مع حركة متمردة انقلابية فوضوية إرهابية مارست كثير من الأخطاء على الشعب اليمني وعلى الحدود السعودية. يعني هناك محاولة للتهدئة لإنقاذ قبائل صعدة من هذا الحصار ومن هذه المشاكل التي فرضتها الحركة الحوثية عليهم. نعم. وأيضا يعني هناك بعض الترتيبات الفنية لمسألة التهدئة وإيقاف إطلاق النار على الحدود، باعتبار هذه من المسائل المهمة اللي من المفترض أن الحوثية تقدمها، لكن أنا يبدو لي أن الضغوط القبلية داخل صعدة أجبرت الحركة الحوثية على أن يعني أجبرتها بشكل كامل. نعم. على أن تذهب إلى السعودية، والسعودية لم تقصر. لكن في المقابل من أجل القبائل. نعم. ولكن أعدائها ليس مع المجتمع الصعداوي. نعم. السعودية لا تحارب المجتمع الصعداوي، مشكلتها مع هذه الحركة الكهنوتية الفوضوية المتمردة، لكنها لن تفتح معها. نعم دكتور، لكن يعني في المقابل عملية التفاوض. نعم. دكتور، لكن الأخبار اللي تحدث بأن من يرأس هذا الوفد هو محمد عبد السلام المتحدث باسم ميليشيا الحوثي. من هو محمد عبد السلام؟ هذا شخصية عادية، يعني هو شخصية أشبه بناطق رسمي، يعني ما في شخصية عادية بالنسبة نعم بالنسبة لك ولنا دكتور، لكنه بالنسبة للميليشيا أحد أركانها وناطقها السياسي. نعم نعم، هو اليوم يتفاوض مع مجموعة من الضباط الصغار على الحدود السعودية، وهذا هو حجمها الطبيعي. وبالتالي أنا أعتقد أنه السعودية كدولة وكحكومة ما يمكن أبدا أن تتفاوض مع حركة متمردة. المسألة مسألة يعني إجراءات فنية، ليس إلا لتثبيت التهدئة من أجل مساعدة المجتمع الصعداوي، والسعودية الآن يعني ستتكفل بكثير من المساعدات الإنسانية. نعم. لهذا المجتمع، المجتمع القبلي لا عدا مع لدينا مشكلة مع هذه. طيب دكتور، نعم دكتور تكرر، نعم دكتور تكرر بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي السيد جمال خاشقجي. سيد جمال، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد جمال، هل تتفق مع ما قاله الدكتور نجيب بأن المملكة لا يمكن أن تتفاوض مع ميليشيا الحوثي وأن هذه المفاوضات هي مع مجموعة من مشائخ قبائل صعدة؟ لا أعتقد الأفضل أن ننتظر قليلا. تصريح العميد أحمد عسيري ترك بابا مواربا للحوثيين عندما قال أن التحالف، ولاحظ هو يتحدث التحالف ولا يقول المملكة العربية السعودية، يفرق ما بين الحوثيين كميليشيا عسكرية وكحركة سياسية أو كمكون سياسي. نعم. فهذا التصريح أنا أميل إلى أنه يترك يعطي فرصة للحوثيين أن يدخلوا من هذا الباب الموارب إذا كان لديهم مبادرة جدية. السعودية مستعدة أن تسمع، تريد أن إذا استطاعت أن تحقق بالسلم أفضل مما أن تحقق انتصارا للشرعية بالحرب، هذا يحقن الدماء. وهل تعتقد سيد جمال بأن ميليشيا الحوثي ستصدق بأي مفاوضات رغم التجارب السابقة التي دائما ما تنقضها الميليشيا، ما أن يجف حبرها حتى أن يعني تعود من جديد لنقضها؟ في مع الحذر يجب أن لا نغلق أي باب، مع الحذر. يجب أن أيضا نتعامل مع الواقع المتغير. الحوثي هزم، يتعرض إلى ضغوط داخلية، كما تفضل الدكتور نجيب، القبائل المحيطة به ملت من هذه الحرب وتحمله مسؤوليتها، يكاد أن يفقد صنعاء. فربما يدرك أن ما لا يعني لا يؤتى كله لا يترك جله. نعم.
ربما يريد أن يبقي خط عودة. اليمنيين هم الأبخص بذلك، وهم الذين سوف يوم من الأيام يقرروا مصير هذه الحركة، يجلسوا معها أم لكن يجب أن أيضا أن نعيد إلى البداية. ما هي هذه الحرب؟ هي ليست حرب بين السعودية واليمن، نعم. هي دعم من السعودية لحكومة شرعية ولغالبية الشعب اليمني ضد مجموعة انقلابية. نعم. طيب. إذا انتفى هذا الانقلاب حينها وقبل بالشراكة، حينها لا تملك السعودية إلا أن تنزل على ما نزل عليه اليمنيون. نعم. طيب. نعم. طيب دكتور سيد جمال، إذن الحكومة الشرعية اليمنية التي يعني كما تحدث والتحالف والمملكة العربية السعودية يدعمونها، أين هي من هذه المفاوضات التي يعني اتجهت نحو منحى سري وليس على العلن؟ ما هو المفاوضات لماذا تكون سرية عندما لا تكون مكتملة؟ يعطى خط العودة للجميع، ربما حصل الكثير في أبها لا نعرف، نعم. ربما حصل خلخلة ما بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ربما هنالك عرض لإبقاء الحوثيين على طاولة السياسة اليمنية. فلننتظر يعني مع استخدام القوة والحزم والعزم، السياسة تقول يجب أن نمارسها حتى الطبق الأخير. بعد هذا الخراب والدمار سيد جمال، هل لا زالت الميليشيا يعني تحظى بقبول كبير لمستقبل عملية سياسية في اليمن؟ أنا كما ذكرت هذا ليس قرار السعودية. لاحظ أن السعودية عندما دعت اليمنيين إلى الرياض تركتهم يقرروا ما يشاءوا، طالما أن الأمن السعودي، ما الذي ترفضه السعودية في اليمن؟ ترفض أن يتعرض أمنها إلى خطر، ترفض أن تأتي عصابة حزب واحد يسيطر على كل اليمن بقوة السلاح، أكان هذا الحزب حوثي أو كان هذا الحزب يسار أو يمين أو ناصريين أو غيرهم، المهم ترفض أي أحد يمارس القوة ويكون له اتصال بجهة أجنبية. هذا سؤالك يجيب عنه اليمنيون، هم نعم. الذين يقرروا ماذا يفعلون مع الحوثيين عندما يعود الأمن إلى والأمان والسلام إلى صنعاء ويدخل الجميع إلى غرفة التفاوض. هذا قرار يمني يمني. نعم. طيب سيد جمال، إذا أبقى معي، أعود إلى الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، من وجهة نظرك لماذا يعني سعت الميليشيا هذه المرة أن تكون التفاوض بطريقة سرية وغير رسمي وبعيد عن الحكومة الشرعية؟ ما أولا يعني خلينا نكون واضحين، الحركة الحوثية وصلت يعني لا يعني هي تخاف اليوم من انتفاضة شعبية كاملة، هذا أولا. نعم. المتغيرات في الواقع في الجانب العسكري اليوم هو لصالح الشرعية، كان تعيين الفريق علي محسن أيضا الضرب القاسمة التي أرعبتهم وبالتالي أجبرتهم بشكل أو بآخر. كل هذه العوامل يعني أوصلت الحوثية إلى يقين كامل أنها يعني مهزومة، واليوم هي تدير معركة لمحاولة شرعنة وجودها سياسيا من خلال المفاوضات، لكن هي تحاول يعني أن تلعب وأن يعني تنحرف بالمفاوضات بحيث أنها توحي أن هناك تفاوض بينها وبين المملكة العربية السعودية. أنا حسب تصوري وحسب على الأقل متابعتي للأوضاع، نعم. أن الحوثية حاولت أن ترفع مستوى التفاوض بحيث يأخذ بعد السياسي، لكن المملكة يبدو لي أنها رافضة هذه المسألة بشكل كامل، وهي لن تتعامل إلا مع الحكومة طيب الشرعية. نعم. ما يجري اليوم هو نعم. مسألة ترتيب مسائل فنية لترتيب التهدئة على الحد الجنوبي السعودي ليس إلا. نعم. إذن طيب دكتور، الأخبار التي تتحدث وبعض المراقبين يقولون بأن الميليشيا تسعى من خلال هذه المفاوضات وإيقاف العمليات في الحدود علها تتفرغ لهجماتها وجبهتها ومعاركها الداخلية، وهذا مؤشر خطير جداً. هي تخطط لذلك، لكن يعني هي تحاول بشكل أو بآخر اليوم، لأني تدرك يعني التحول النوعي الذي حصل في يعني في الصراع الداخلي بمجرد أن أتى التدخل العربي، هي يعني غير موازين القوة، وكل يوم موازين القوة تذهب لصالح الشرعية وقوة المقاومة ولصالح الشعب اليمني.
وبالتالي هي اليوم يعني تجاهد بشكل كامل لتحييد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي بشكل عام. نعم. لكن المسألة بالنسبة للتحالف العربي بالنسبة للشرعية أو بالنسبة للمنظومة الدولية مرتبطة بمقررات مجلس الأمن. هذه المقررات إذا التزمت بها الحوثية يعني ربما يعني ربما تحدث عملية السلام، لكن إذا لم تحدث هذا عبر التنازلات المطلوبة وهي واضحة وبينة يعني بالنسبة للحركة الحوثية وبالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. أنا يبدو لي أن الحركة الحوثية لن تتمكن هذه المرة من إدارة حيلها ومناورتها لم تعد مجدية، بل أقول لك أن الشعب اليمني اليوم أكثر غضبا وأكثر رغبة بإحداث انتفاضة شعبية شاملة. نعم. لمواجهة هذه الحركة، ليس فقط من المقاومة الشعبية أو من المعترضين عليها، بل حتى من تماهى معها في لحظة خاطئة. نعم. أصبح اليوم لديهم رغبة كاملة في مواجهة هذه دكتور. الحركة، ونعتقد أن الأمر سينتهي بتجريم. نعم. دكتور كيف ينعكس؟ نعم. لا جعلها شريكة. نعم. إذا ما تم اتفاق وإيقاف العمليات العسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية، أو هناك أخبار تحدث عن إيقاف الضربات الجوية، إذا ما تمت يعني صفقة مثل هذه أو يعني تقارب سياسي مع المملكة العربية السعودية والتحالف، كيف سينعكس ذلك على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض في الداخل؟ يعني شوف، هذا بند إيقاف الاعتداءات التي تقوم بها الحوثية على السعودية، هذا بند واحد من بنود مقررات مجلس الأمن. وبنود مقررات مجلس الأمن عبارة عن بنية متكاملة، والمطلوب اليوم هو تطبيقها كلها وليس فقط يعني إيقاف الاعتداءات على الحدود السعودية. هذا فقط بند من يعني بإمكان أن يكون إحدى إجراءات بناء الثقة، لكن التحالف العربي وبقيادة المملكة العربية السعودية ملتزم بشكل كامل يعني استجابة لطلب الشعب اليمني ولحكومته الشرعية بتطبيق، وأيضا حتى المجتمع الدولي. نعم. يعني سيكونوا ملتزمين حتى تنفذ الحركة الحوثية كل بنود مقررات مجلس الأمن. أما الشعب اليمني فمعركته مع الحوثية أنا أعتقد أنها مستمرة حتى يتم تجريم هذه. نعم. الحركة الحوثية، لأنه لا أمن ولا استقرار بوجودها. نعم. طيب دكتور، أعود إلى سيد جمال خاشقجي. سيد جمال، يعني الكثير يتحدث، ما الذي دفع التحالف العربي إلى قبول يعني عرض كهذا من قبل الميليشيا في الوقت الذي الشرعية تتقدم، الجيش الوطني يتقدم، والتحالف يحقق أهداف ويعني نجاحات كبيرة على أرض الواقع في اليمن؟ شوف، المملكة منذ عقود متداخلة مع قبائل اليمن ومع شعب اليمن. نعم. وعندما يأتيها طلب من القبائل ووفد من وجهاء المنطقة ويطلب منها التفاهم، فالمملكة لا تستطيع أن تردهم. لكن لاحظ أن العمليات الطلعات الجوية مستمرة، والمملكة لم تستهدف البنية التحتية ولا المناطق السكنية في اليمن في حربها. التحالف كان يتوجه نحو المفاصل العسكرية للحوثيين، وهذا مستمر حتى الآن ولن يتوقف، ولا يمكن بحال الأحوال أن تتوقف العمليات في منطقة ويستمر عدوان الحوثيين في صنعاء وفي تعز. نعم. فالمسألة متشابكة، والمملكة تتعامل مع قضية اليمن. نعم. وليس مع قضية صعدة. نعم. يعني يجب أنه هذا يؤخذ بعين الاعتبار. طيب سيد جمال، البعض يتحدث بأن الميليشيا تسعى من خلال هذه المفاوضات السرية والتي يعني دخلت فيها يعني بعض القبائل للوساطة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية للبحث عن التموضع وترتيب أوراقها من جديد، وهي عبارة عن حرب مؤجلة فقط. بعد كل ما حصل خلال السنة الماضية، لا يمكن للمملكة أن تتوقف والتحالف أن يتوقف، لأنه كما ذكرت هي ليست حرب ضد الحوثيين كحرب 2009، هي حرب شاملة تعني بقضية اليمن. يعني لابد أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة، لابد أن تعود الشرعية إلى صنعاء. هذه قرارات لا تراجع فيها، يعني لا يمكن للحوثي أن يفاوض حولها. يعني أقصى شيء أن يفاوض حوله
هو موقعه في المستقبل، ولكن حتى أتصور أن المسؤول السعودي سوف يقول له هذه قضية تناقشها في صنعاء مع الحكومة الشرعية في صنعاء. نعم. لكن العمليات التي كانت تهدد المناطق الحدودية السعودية وتضطر القوات السعودية إلى الرد عليها، ما يعرض أبناء القبائل ويحرمهم من العيش الكريم ويحرمهم من الزراعة وكذا، ربما هذه يمكن التفاوض عليها. نعم. ولكن المناطق العسكرية وحشود الحوثيين سوف تبقى عرضة للهجمات طالما أنها تهدد السلم العام في كل اليمن. نعم. طيب سيد جمال، إذا ما يعني تحدثنا بالنسبة لموقف الحكومة الشرعية، البعض يتحدث لماذا قبلت المملكة بالتفاوض مع ميليشيا الحوثي ولم يعني تخاطب الميليشيا بأن إذا كان هناك أي مفاوضات أو أي مشاورات أو أي اتفاقات سياسية تكون مباشرة مع الحكومة الشرعية؟ مرة أخرى، هي ليست مفاوضات مع ميليشيا الحوثي. نعم. هي مفاوضات مع شيوخ قبائل جاءوا للمملكة للحديث حول أمن منطقتهم. لكن من ضمن الوفد، نعم سيد جمال، نعم سيد جمال، نعم محمد عبد السلام من يعني قيادي حوثي وهو من ضمن الوفد. إذا التقى بمسؤول سعودي ولم ولاحظ أن الحديث هو كله على مسؤولين أمنيين سعوديين وليس مسؤولين عاليين المستوى، وليست مفاوضات سياسية في الرياض. إذا كان لدى الرجل عروض تستحق المناقشة، يمكن أن تحمل إلى القيادة السياسية وتنقل بالتالي إلى الحكومة الشرعية ويتم التفاوض معها. يعني ما الذي يفعله اللواء علي محسن؟ هو يتصل بجميع القوى. يعني ما يحصل في اليمن هو ليست حرب بين شرق اليمن وغرب اليمن وشمال اليمن، وإنما هنالك أطراف كثيرة متضررة وهي تحت انقلاب، تحت حكم جبري يمارسه صالح والحوثيين، وهؤلاء يريدوا أي فرصة للخروج من هذه الأزمة. نعم. طيب سيد جمال تكرم بالبقاء معنا. دكتور نجيب، عدنا لك من جديد الآن، يعني مكتب الرئيس المؤتمر يقول بأنهم يقفون مع أي جهد يبذل لوقف العدوان على اليمن وعلى الأعمال العسكرية في الحدود مع السعودية، ولكن يعني ما يلاحظ من المفاوضات بأن الميليشيا يعني تمضي في طريق لوحدها. هل هذه المفاوضات بمعزل عن المؤتمر الشعبي العام، وهناك من يقول بأن الميليشيا تبحث لطوق نجاة بعيدا عن المخلوع؟ يعني شوف، المؤتمر الشعبي العام أدار المعركة من البداية بشكل سياسي ذكي. هو من البداية يعني لم يعترف يوما ما بشكل رسمي بالانقلاب ولا باللجنة الثورية، ولم يقول بشكل واضح أن هناك تحالف عضوي بينه وبين الحركة الحوثية، وإنما التحالف هو بسبب التدخل العربي وهو يرفض هذا التدخل. لكن في الحقيقة دكتور نجيب، في الحقيقة يعني من يقاتلون؟ نعم. أيوة، أنا أكلمك الآن على مواقف المؤتمر كيف يتعامل مع المسائل. نعم. واليوم المؤتمر بالنسبة له هو لا يريد أن يقول أن لي دخل بما يحصل في الحدود، في حدود المملكة العربية السعودية. هو يريد أن يخرج من هذه المشكلة ويحملها الحوثي، وبالتالي الحوثي قابل أن يتحمل هذه المشكلة. المؤتمر يعني يحاول بشكل أو بآخر أيضا أن يكسب ود المملكة العربية السعودية، ويريد أن يفتح معها يعني خطوط للتفاوض ربما أكثر بكثير من المؤتمر، لأنه هذا حزب مصالح. نعم. بالنسبة للحركة الحوثية هي حركة كهنوتية فوضوية وأدارة الحرب بشكل عدمي، لكنها وصلت إلى هزيمة وفشل ذريع، وبالتالي اليوم هي لديها استعداد أن تقدم تنازلات كثيرة، لكنها تريد أن تستمر في الحياة السياسية لكن وفق ما تخطط له، وهو استمرارها كميليشيا، وهذا مسألة مستحيلة. أنا أعتقد أنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يتعاملون وفق القوانين والأعراف المتعارف عليها. هناك اليوم يعني عبارة عن مسائل فنية لإحداث تهدئة على الخطوط، وهناك لقاءات بين مسؤولين كما قال الأستاذ، يعني مسؤولين أمنيين عاديين وليس طيب حتى طيب يعني مسؤولين. نعم دكتور. نعم.
نعم دكتور. إذن سأعود إلى سيد جمال. سيد جمال، يعني إذا ما تحدثنا عن الكلمة الفيصل والأخيرة بالنسبة لأي مفاوضات للأزمة اليمنية سواء مع التحالف أو مع الحكومة الشرعية بإشراف من المجتمع الدولي، هل الكلمة الأولى والأخيرة للميليشيا أم للرئيس المخلوع ومن تبقى معه من حزب المؤتمر الشعبي العام؟ الكلمة الأخيرة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة. ما لم تطبق هذه الحملة سوف تستمر، ولا يملك الحوثي فرصة للتملص منها. نعم. إذن دكتور السيد جمال خاشقجي الكاتب السعودي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة للدكتور نجيب. دكتور نجيب، أنت من وجهة نظرك هل لا زال يعني القوى الفاعلة بشكل كبير ومن تتحكم بمصير سواء المعارك الدائرة الآن في اليمن أو أي مفاوضات في المستقبل بيد ميليشيا الحوثي أم الرئيس المخلوع؟ خليني أنا نكون واضحين في هذه المسألة. نعم. أنا يبدو لي في أنه علي عبد الله صالح لم يعد يمتلك قوة كافية لإدارة معركة، لذلك أنت ستلاحظ أنشطتها في الفترة الماضية هو يحاول أن يكسب الحزام الأمني المحيط في صنعاء، والمؤتمر الشعبي العام بدأ يلتقي بكثير من القيادات القبلية المؤتمرية ولم يكن للحوثي شراكة في هذه اللقاءات. هنا حالة من الانفصال والعزلة يعني بين الطرفين. لكن مدخلات القوة الأمنية والعسكرية من خلال اللجنة التورية واللجنة الأمنية يبدو لي أن الحوثية هي صاحبة يعني صاحبة القوة، يعني هي من تملك مسألة إدارة الحرب وليس علي عبد الله صالح فيما يخص إدارة الحرب في اليمن أو حتى على الحدود. نعم. لكن هذا لا يعني أن علي عبد الله صالح لا يمتلك القوة. علي عبد الله صالح أيضا لديه قوة ولديه ولاءات معينة. نعم. لكن اليوم الطرفين هم في حالة ضعف وهشاشة كاملة. نعم. لديهم خوف كامل في متغيرات جذرية وحقيقية مع دخول الفريق علي محسن المعركة. نعم. ليس فقط في الحزام القبلي بل داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهم أدركوا هذه المسألة. نعم. ولا خيار أمامهم. أنا تصوري أنهم اليوم سيقدموا من التنازلات وما يطلب منهم أكثر مما نتخيل. نعم. لكن هذا يعتمد على الحكومة الشرعية وقدرتها على إدارة التفاوض والضغط الذي نعم. الذي تمارسه، لأنه أنا أحياناً يعني نعم. تمر عليهم بعض الأمور وتحصل انتكاسات. أما نعم. التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنه ملتزم طيب بما تم نعم. يعني ملتزم بمسألة قرارات الدولة نعم. وحماية الشعب اليمني من هذه نعم. الحركة الكارثية. دكتور يعني سؤال أخير قبل أن نودعك، الأخبار التي تحدثت بأن الرئيس المخلوع يبحث الآن عن مخرج آمن برعاية من عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد بأن المخلوع سيمضي في هذا الطريق أم هي عبارة عن مناورة كتلك التي يعني سبقتها من قبل الرئيس المخلوع، لا سيما بعد ظهورها اليوم ب يعني صور جديدة مع بعض قيادة المؤتمر الشعبي العام وأنه لا زال متواجد في العاصمة صنعاء؟ يعني علي عبد الله صالح شوف، أصبحت مسألة تدميرة مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، هو يفهم هذا بشكل جيد سواء داخليا أو على أو إقليميا أو دوليا، وبالتالي أنا أقول إنه إذا حصل له مخرج ها عليه نعم. أن يفلت بجلده لكي يحمي بعض المصالح التي بناها المؤتمر الشعبي العام، لأنه استمرار علي عبد الله صالح أصبح كارثة حتى على المؤتمر الشعبي العام. نعم. وبالتالي عليهم أن يتخلصوا منه ويخلقوا قيادة جديدة. نعم. والأفضل والخيار اليوم أن تسلم الراية لعلي محسن، يعني خلاص أصبح هو الرجل المقبول إقليميا ودوليا. أشكرك. يعني هو أيضا من رموز الشرعية ومن رموز الثورة، وبالتالي هو اليوم الرجل، خلينا نكون واضحين، هو نعم. الرجل الأول اليوم في الشمال، وبالتالي لم يعد لصالح أي مكان. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أيضا الشكر للسيد جمال خاشقجي الكاتب السعودي، وكنا نتمنى حقيقة تواصلنا مع الجانب الحكومي علهم يشاركونا في هذه الحلقة لكن لم يتجاوبوا معنا. أيضا حاولنا الاتصال بممثل عن ميليشيا الحوثي لكنهم أيضا لم يعني يتجاوبوا أو يطلعوا معنا في البرنامج. إذن في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.